الرحمن الرحيم. الجزء الاولاني هيبقى الفينوس يعني ان شاء الله النهارده هتبقى الفينوس. هي مش يعني المفروض الدي دي كانت اتاخدت المره اللي فاتت، بس طبعا انتوا اصلا ما بتقدروش تكملوا ساعه يعني. ناخدها النهارده ان شاء الله بسرعه كده قبل ما بدري يعني، وبعد كده نبدأ المحاضرة اللي هي الكرينيال نيرفز. طيب الفينس سيستم او سيربرال فينس سيستم عندنا هنتكلم النهارده عن الاوفر فيو عنه، وهنتكلم عن القسمين بتوع الكبار اللي هو ديورال ساينسز والسيربرال فينس. طيب بالنسبة للاوفر فيو بتاع الفينس سيستم، احنا عندنا في الفينس سيستم في البرين عندنا حاجتين، عندنا حاجة اسمها ديورال ساينسز وعندنا حاجة اسمها سيريبرال فينز. الفرق ما بينهم ايه؟ الاتنين ار فينس درينج اوف ذا برين، ولكن ديورال ساينس بيبقوا الفينز دول بيبقوا within، او ديورال ساينس دول بتكون within the layer of the dura. يعني احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان الديورا دي بتبقى تو لايرز مع بعض، لازقين مع بعض، بيسبلت يبعدوا عن بعض في الاماكن اللي بتكون فيها الديورال ايه ساينس، وبالتالي الديورال ساينس دي موجوده within the two layers of the ايه of the dura. انما السيريبرال فين دول فينز عاديين خالص زي الفينز بتاعت بقيه الجسم كلهم، و كنا اتكلمنا عليهم وقلنا ان هم موجودين غالبا في السب اراكنويد سبيسز من ضمن الاكسترا اكزيال سبيس، وغالبا معظمهم موجود في الايه في السب اراكنويد سبيس. وبالتالي الفينا سيستم بتاع البرين مختلف شويه عن الفينا سيستم بتاع بقيه الجسم، ان في حاجتين، في سيريبرال فينز زي بقيه الفينز، وفي حاجه اسمها ديورال ساينسز. Dural sinuses are within the two layers of the dura. زي كده ده فالكس مثلا، في هنا dural sinuses ده موجود within the two layers of the dura. طيب أول حاجة هنتكلم عنهم اللي هم dural sinuses اللي هم sinuses اللي هم within the layers of the dura. هم بيقسموهم لمجموعتين كبار، مجموعة مهمة اللي هي بيسموها البوستيرو سوبيريور جروب، ومجموعة أقل أهمية نتكلم عليها كمان شوية. المجموعة المهمة اللي هي بيسموها بوستر سوبيريور جروب دي بيبقى تشمل السوبيريور سيستر ساينس، تشمل الانفيريور سيستر ساينس، تشمل ستريت ساينس، ترانسفيرس ساينس، وسيجمويد ساينس، وفي ساينس ممكن تلاقيه موجود وممكن ما تلاقوش اسمه اوكسيبيتال ساينس، في الاغلب ما بيبقاش باين يعني. طيب السوبيريور سيستر ساينس اهو، السوبيريور سيستر ساينس ده اكبر ساينس موجود عندنا، وبتبقى ده موجود في ما بين التو لايرز اوف ذا ديورا، بيبقى موجود في الابر بورد. لو انا بتكلم ان ده الفالكس ريبرايد خلاص اللي هو امتداد من الديورا، الابر بوردر بتاع الفالكس ريبراي بلاقي السوبيريور ساينستر ساينس بيبقى ماشي along the upper border of the فالكس ريبراي، ده السوبيريور ساينستر ساينس. اللور بوردر بتاع الفالكس ريبراي او الانفيرو بوردر بتاع الفالكس ريبراي، لو ده الفالكس ريبراي الانفيرو بوردر بتاع الفالكس ريبراي بيبقى فيه ساينس اسمه انفيريور ساينستر ساينس. يبقى الانفيريور ساينستر ساينس ده ساينس صغير جدا بيبقى ماشي في اللور بوردر او الانفيرو بوردر بتاع الايه بتاع الفالكس ريبراي. طيب في عندي ساينس اسمه ستريت ساينس، الستريت ساينس ده بيبقى ماشي في الايبكس بتاع التنتوريوم. انا عندي الفالكس والتنتوريوم دول الليفلتس او الديورال اتاتشمنت او الديورال الليفلتس بتوع او الاكستنشن من الديورا. التنتوريوم ده اللي هو الايبكس بتاعته اهي، الايبكس بتاعته اللي هو قمه التنتوريوم دي، الايبكس بتاعته بيبقى ماشي فيها الستريت ساينس. هو بيبقى ماشي في حاجه اسمها فالكو تنتوريال ايبكس. فالكو تنتوريال ايبكس يعني ايه؟ معناها هي جانكشن ما بين الفالكس، شايفين الفالكس اهي لما بيجي يتحد مع التنتوريوم خلاص، هو ده المكان اللي هو ده اللي بيمشي فيه اللي بيسموه فالكو تنتوريال ايبكس، او ماشي فيه قمه الايه؟ قمه التنتوريوم سيربولاي اللي هو اسمه ستريت ايه؟ الستريت ساينس، ده الستريت ساينس. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها ترانسفيرس ساينس. ترانسفيرس ساينس ده بيبقى ماشي زي ما احنا شايفين كده، بيبقى ماشي في ماسكه التنتوريوم سيريبلاي في الكارفيليان بون. التنتوريوم اهو قمته ماشي في الستريت، القمه بتاعته ماشي في الستريت، او المكان اللي بيمسك فيه الفالكس بيمشي في الستريت ساينس. انما مكان الاتاتش بتاعه مع الكالفيريان مع السكال مع الاوكسيبيتال بون يعني، اللي بيمشي فيه هنا ساينس وهنا ساينس اسمه transverse sinus او بيسموه lateral sinus. ده lateral sinus الشمال و lateral sinus ايه اليمين خلاص. فانا عندي
ترانسفير ساينس او لاترال ساينس ولاترال ايه لاترال ساينس. بعد كده بعد الترانسفير ساينس ده ما بيخلص بيبدا حاجه اسمها سيجمويد ساينس. السيجمويد ساينس زي ما احنا شايفين كده، سيجمويد ساين بيبقى اسمه سيجمويد، وهو بيبقى اس شيب خلاص، وهو بيبقى ماشي على الانر بوردر. لو انا بتكلم ده البيترا سبون، فهو بيبقى ماشي على الانر بوردر بتاع البيترا سبون، الميديال بوردر بتاعه او ميديال سيرفيس بتاع البيترا سبون، اللي هو ده اسمه الايه، اسمه السيجمويد ايه، السيجمويد ساينس، اللي بينتهي خالص بانتهاء بايه، ب ان هو يكمل بحاجه اللي هو الانترنال جاجلر خلاص. طيب فدول الساينس اللي عندنا، السوبيريو ساجيتال ساينس، انفيريو ساجيتال ساينس، ستريت ساينس، لاترال او ترانسفيرس ساينس، وبعد كده سيجمويد ايه، سيجمويد ساينس. في ساينس صغير خالص اسمه اوكسيبيتال ساينس، ده ممكن يكون موجود بس احنا غالبا يعني او ممكن ما يكونش موجود، وفي الاغلب مش موجود وغالبا ما بنشوفوش. صغير خالص بيبقى ماشي من هنا، لا يعني نازل من اول الكونفرنس اوف ساينس دي لغايه الفورم الماجنا، بيبقى صغير خالص ده اسمه اوكسيبيتال ساينس. طيب الانفيرو ساجيتال ساينس ده، الانفيرو ساجيتال ساينس اللي هو ماشي في الانفيرو بوردر بتاع الفالك سريبراي خلاص، بيلاقي فين كبير هنا بيبقى عامل زي الليجينو، بيبقى ليه تانية كده حتى خلاص، اسمه جريت سريبرال فين او اسمه فين اوف جالين خلاص. لما الانفيرو ساجيتال ساينس يقابل الفين اوف جالين اللي هو ده، يعملوا حاجه اسمها يعملوا الستريت ساينس، وبالتالي الانتهاء الانفيرو ساجيتال ساينس مع جريد سريبرال فين او فين اوف جالين يعملوا الايه، الستريت ساينس. طيب الستريت ساينس بيقابل نهايه الايه، السوبيريو ساجيتال ساينس، عشان الاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها كونفلوينس اوف ساينسز، او بيسموها تروكيلار هيرو في اللاي، جبنا سيرته قبل كده بس مش هنا في الباثولوجي. تروكيلار هيرو في اللاي او بيسموها كونفلوينس اوف ايه، اوف ساينسز، اللي هو اتحاد الستريت ساينس مع السوبيريو ساجيتال ايه، السوبيريو ساجيتال ساينس. طيب الكونفلوينس اوف ساينس ده اللي يطلع الترانسفيرس ساينس اللي على اليمين وترانسفيرس ساينس اللي على الشمال، وبالتالي بدايه الترانسفيرس هو الكونفلوينس اوف ساينسز خلاص. في بعض الاحيان، بعض الاحيان ان الستريت ساينس ما يقابلش السوبيريو ساجيتال ساينس، ده ما يقابلش ده ويعملوا كونفرنس ما تبقاش موجوده، امال ايه اللي يحصل؟ الاقي ان الستريت ساينس كمل بترانسفيرس على ناحيه، والاقي ان السوبيريو ساجيتال ساينس كمل بترانسفيرس على الناحيه الثانيه. في الصوره اللي فوق اهو، هو ده، لا ده ترانسفيرس سيجمويد اهو. هو الترانسفيرس بيخلص ويبدا الايه، السيجمويد خلاص. هنبدا الفينس سيستم وبعد كده نخش على الكرينيال نيرف. ده الفينس سيستم دي البدايه، انا بس قلت انجزر بيه عشان المحاضره تبقى طويله قبل ما تيجوا يعني. طيب الترانسفيرس ساينس بيبدا زي ما قلنا من الكونفرنس اوف ساينسز، ويكمل كده على الانر بوردر بتاع او الاتاتشمنت بتاع الفالكس سيريبراي، التنتوريوم سيريبراي بلاسيف، مع السكال، مع البوستير بارت بتاع السكال خلاص. وبعد كده هنعمل يكمل بالايه، السيجمويد. يبقى السيجمويد هو عباره عن كونتينيويشن للايه، للترانسفيرس. يبقى السيجمويد ما هو الا عباره عن كونتينيويشن للايه، للترانسفيرس. ده الترانسفيرس كمل في الانر بوردر بالايه، بالسيجمويد. طيب اخر السيجمويد هو عباره عن الانترنال جاجلر فين. السيجمويد يطلع بره السكال بالايه، بانترنال جاجلر ايه، انترنال جاجلر فين خلاص. يبقى دولت الايه، دولت الساينسز بتوعنا. طيب في تريبيوتريز مهمين، في واحد اسمه فين اوف ترولاد، ده تريبيوتري مهم للسيبيروس ساينس، بس اعرفوا الاسم هو نتكلم عنه كمان شويه. في واحد اسمه فين اوف ليبي، وده برضو تريبيوتري مهم لل ايه، الترانسفيرس ساينس، اسمه فين اوف ليبي، والتاني اسمه فين اوف ترولاد، ده من ضمن التريبيوتريز المهمين اللي هنتكلم عليهم كمان شويه. طيب الفينوجرافي زي الانجيوجرافي، لما احنا كنا قلنا ان احنا بنبص على 3 دي بتاع الانجيوجرافي بتاع البيسلز يعني خلاص، بنعمل برضو 3 دي بتاع فينوجرافي، بيسموه 3 دي فينوجرافي. بنعمل ايه؟ بنحقن صبغه، وبعد ما بنحقن صبغه في سي تي يعني، بنحقن صبغه، بعد ما بنحقن صبغه نستنى لحد ما الصبغه تكون التايمنج يكون اكتر ما يكون في الفين خلاص. الوقت ده نبدا نصور الايه، نبدا نصور الفينز، ناخد فوليوم ومن الفوليوم ده نطلع منه 3 دي خلاص. ال 3 دي بيورينا صور زي ما انت شايفه كده، صور كويسه خالص، بتقدر تعبر عن نفس الشكل بتاع الاناتومي بتاعنا.
او نفس الشكل اللي احنا تعودناه للسينسز، ولكنه بيفتقد اللاند مارك زي ما قلنا، ان هو ما بيوريش حاجه تانية غير الفينز او الارترز، وبالتالي انا ما بقدرش اقول هو فين بالظبط او مكانه فين بالظبط، بس ببقى عارف شكل الفينز، بيرسم شكل الفينز بس. فبالتالي هو وهو مهم جدا قبل ما ابص على انجيوجرافي او فينوجرافي، لازم ابص على 3 دي، ده مهم. خلاص طيب، بيورينا زي ما احنا شايفين ادي ده اكبر واحد واكبر ولارجست اند موست سبيرير، هو السبيرير ساجيتال ساينس زي ما احنا شايفين، وده الستريت ساينس، والاثنين بيقابلوا بعض يعملوا كونفرنس اوف ساينسز، اللي يطلع من هنا واحد اسمه ترانسفيرس ساينس وهنا واحد اسمه ترانسفيرس ساينس، اللي يكمل بالاس شيب ده اللي هو السيجمويد ساينس، اللي بيخرج بره الاسكال خالص كايه ك ايه الانترنال جاجلر في. فهو زي ما قلنا الاناتومي واضح جدا في 3 دي سبيرو ساجيتال ساينس، انا ببص عليه ده ممكن ابص عليه من ورا من قدام من جنب من اي حته. خلاص ده سبيرو ساجيتال ساينس، ترانسفيرس ساينس، سيجمويد ساينس، ويخرج كانه انترنال ايه انترنال جاجلر في. خلاص قلت لك ان في فين مهم بيخش في ترانسفيرس ساينس اسمه فين اوف لبي، اهو ده خلاص اتكلم عليه كمان شويه. في واحد اسمه بيخش في السبيرو ساجيتال ساينس اسمه فين اوف تورلاد، اللي هو ده بيخش في السبيرو ساجيتال ساينس، هنتكلم عليه كمان شويه. خلاص فالاناتومي بيبقى واضح، وهو كان يكون او بيبقى شبه جدا الايه شبه الايه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. طيب في حاجات ما بيبانش، مثلا انفيروس اشتر ساينس، انفيروس اشتر ساينس صغير خالص وغالبا ما بيبانش، الاوكسيبيتال ساينس برضه نفس الكلام ما بيبانش. المفروض انفيروس اشتر ساينس بيبقى هنا، يعني هو بيبقى هنا لان هو بيبقى بيتحد مع الفين اوف جالين، الفين اوف جالين شايفها الفين اوف جالين اللي هو ليه ركبه كده، بيبقى مشهور خالص ان ليه دايما بيبقى ليه ثانيه جينو زي جينو كده بيطلع كده وينزل. خلاص ده الفين اوف جالين او جريت سيربرال فين، المفروض بيبقى انفيروس اشتر ساينس هنا يلاحم الجريت سيربرال فين ده ويعملوا الستريت ساينس، بس الانفيروس اشتر ساينس عاده ما بي ما بيتشافش. خلاص طيب ببص بعد كده، بعد ما ببص على 3 ببص على الفوليوم زي ما كنت ببص على الفوليوم بتاع الايه بتاع الانجيوجرافي، خلاص ببص على الفوليوم بتاعنا، والفوليوم بتاعنا ممكن في السي تي بيبقى اكزيل ايمج، بس في الام ار في او في الام ار اي يعني ممكن يبقى اكزيل او ممكن يبقى كورونا ممكن يبقى ساجيتال. وفي الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في السي تي لما بعمل فوليوم انا ممكن اعمل منه ريكونستراكشن، ابص منه على كورنر، ابص منه على ساجيتال، فبالتالي الفوليوم انا ممكن اقدر اتحكم بيه ابص عليه اكزيل او ساجيتال او كورنر. المعلومه او المهم في وانا بعمل اسسمنت، لازم لما ببص على الفين لازم ابص عليه يبان قدامي عشان اشوفه ان هو كويس ولا لا، لازم يبان قدامي دايره. يعني ايه؟ خلينا نبص هنا، بصوا شايفين صوره الساجيتال دي مبينه سوبر ساجيتال ساينس من اول لاخر ومفروض وجميل جدا حلو، بس انا لما اجي اسس سوبر ساجيتال ساينس ما ينفعش اسس في المنظر ده. ليه؟ لان انا كده واخد ساجيتال ايمج من السوبر ساجيتال ساينس، الساينس ذات نفسه مش باين لي كانه دايره خلاص، وبالتالي ممكن اكون قاطع في حته والحته اللي جنبها فيها مشكله، فبالتالي انا شايف حته والحته اللي جنبها ما فيهاش فيها مشكله، وبالتالي مش قادر اسس كويس. فلازم اسس الايمج او الفيسل لازم يبقى اكزيال ايمج قدامي، وبالتالي اعمل ايه لو انا عايز ابص على الانتيرو اسبيكت بتاع السوبيرساس ساينس او البوستيرو اسبيكت بتاع السوبيرساس ساينس ويبان كانه يبان ليا كانه دايره، هعمل ايه؟ هعمل اكزيال ايمج. فين الاكزيال ايمج دي؟ ابص عليه في الاكزيال ايمج هلاقي ان السوبيرساس ساينس الحته اللي قدامانيه باين كانه دايره، والحته الورانيه باينه كانه ايه؟ باينه كانه دايره، لان انا بقطع ايه؟ بقطع اكزيال كده، فده نازل فيرتيكال وده نازل فيرتيكال، الاثنين نازلين فيرتيكال، لو انا قطعت فيهم اكزيال هيبانوا كانهم دايره. اهو ده انا كده شايف، بصوا يا شباب انا شايف كده الايه؟ شايف الفين دايره كامله من اوله لاخره، وبالتالي لو في اي فيلنج ديفكت هيبان لي كويس، وبالتالي لازم اساس البتاع بحيث ان هو يكون ايه؟ يكون داير. طيب مثلا انا عندي هيبقى مشكله مثلا الايه؟ القمه بتاعت السوبر ساينس في الاكزيال ايمج، الاكزيال ايمج هيبقى موازي للايه؟ الاكزيال ايمج بتاعي، فبالتالي مش هيبان كانه دايره. امال يبان كانه دايره فين؟ يبان كانه دايره في الكرونر، لو انا خدت كرونر ايمج بربنديكولار عليه زي كده خلاص يبان له كانه دايره، داير ما يدور كده، اقدر اشوف فيه كل الفين من اوله لاخره، وبالتالي ما ايه مفيش لو في فيلنج ديفكت اقدر ايه اقدر انتربريت. وبالتالي اي فين نعمل بيه القاعده كده، زي مثلا انا مثلا لو انا جايب اسس مثلا ترانسفيرس ساينس، ترانسفيرس ساينس زي ده شايفين ده ترانسفيرس ساينس وترانسفيرس ساينس اهو خلاص، بيبقى بادئ من كونفرنس اوف ساينس متجه لاترال كده، ده ترانسفيرس او لاترال ساينس خلاص.
في الاكزيال وفي الكرونال الاتنين بيبانوا كانهم مفرود خلاص وحلو وجميل وشكله حلو وجميل، بس مش باين لي كانه داير عشان اقدر اسس، عشان اقدر اسس او ابينه كانه داير واقدر اشوفه كاملا اعمل ايه؟ اخد عليه ساجيتال ايمج. شايفين الساجيتال ايمج كده؟ انا لو خدت عليه ساجيتال ايمج كده عمودي عليه وبصيت عليه هيبان لي كانه داير ما يدور، وبالتالي اقدر اشوفه كامل داير ما يدور، وبالتالي لو ايه في فيلنج بتاعك اقدر ايه اقدر اسس. المهم في الاخر انا ده فوليوم اقدر ابص على الساينسز كلهم اكزيال وساجيتال وكرونال، واقدر اشوف واسس الساينسز كلهم، ويفضل ان احنا نسس الساينس ان هو يكون باين لي كانه ايه كانه دايره بالنسبه لي، بحيث ان هو لو في اي فيلنج ديفكت اقدر ايه اقدر اتك. طيب اهميه الكلام ده زي ما قلت لكم ان ممكن يحصل فينس ثرومبوزس. فينس ثرومبوز بقدر اشخصها ازاي؟ انك تلاقي جوه الحاجه الانهانسنج الفين الانهانسنج او ديوراسينس انهانسنج في فيلنج ايه فيلنج ديفكت. الفيلنج ديفكت ده معناه ان ده جزء ده ثرومبس اللي ما خدتش إيه صبغه، المفروض يبقى انهانسنج. فلما الاقي ان في سينس ده في جواه فيلنج ديفكت يبقى ده بيشخص كانه ايه بيشخصه كفينس ثرومبوز. ال 3 دي بقى ميزته ان هو مش هيبينه لك اصلا، يعني الفين ثرومبوز او سينس ثرومبوز مش هيبان. يعني شايفين هنا ده السوبيرس ساينس والترانسفيرس والسيجمويد على الناحيه دي باينين، الناحيه الثانيه مش باين خالص لان هو 3 دي هو فين ما فيهوش صبغه، فبالتالي مش هيقدر ايه مش هيقدر يبين خلاص، فبيبان كانه نون فيجواليزد خالص للايه للفين في 3 دي خلاص. طيب دول كانت المجموعه الاولانيه المهمه بتاعت الايه الديورال ساينسز. طيب المجموعه الثانيه اللي هي الاقل اهميه اللي هم بيسموها انتر انفيرير جروب من الديورال ساينسز، وعلى راسهم الكافيرنس ساينس خلاص. الكافيرنس ساينس احنا كلنا عارفين ان في على جانبي السله في حاجه اسمها كافيرنس ساينس يمين وكافيرنس ساينس شمال. الكافيرنس ساينس ده اللي على جانبي السله ده يا شباب هو ده كنا قلنا ان هو ستراكشر بيحتوي او بيمشي فيه الارتري المشهور اللي هو الانترنال كاريوت ارتري اللي هو الكافيرنس سيجمنت بتاعته خلاص، وبيحتوي على نيرفات كتيره. حد يعرف النيرفات اللي بيحتوي عليها؟ وبعد كده على اللاترال نود في بالظبط اللي هم 6 و7 و8 لا 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 بص 6 و بص هو ببساطه خالص لا لا مش ده 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 هو 3 بص 3 و4 و5 و6 ماشي 3 و4 و5 5 ده اللي هو ترايجيمنا بناخد منه الاوفثالميك والايه والماكسيلا و6 الابيوس خلاص يبقى 3 و4 احفظ كده 3 و4 و5 و6 الخامس بس ده ترايجمنا مش كله بيتعدى منه الاوفتالميك والايه والماكسيلا خلاص. طيب الترايجين الكافيرنس ساينس ده يا شباب ليه في ساينس بيجي يخش فيه وفي ساينس بتطلع منه. الساينس اللي بيجي يخش فيه ده اسمه سفينو بارايتال ساينس، بيبقى ماشي على الليسر وينج. شايفين الليسر وينج بتاع السفينويد؟ الليسر وينج بتاع السفينويد ده بيبقى ماشي عليه ساينس اسمه سفينو بارايتال ساينس بيخش فيه، ده ساينس مش مهم. طيب في ساينس بتطلع من الكافيرنس ساينس من ورا، يعني ده بيخش فيه، وفي كافاي ساينس بتطلع من الكافيرنس ساينس من ورا. في واحد من هنا اسمه سبيرو بيتروزال ساينس. السبيرو بيتروزال ساينس ده اللي هو بيطلع من هنا ويمشي على الابر بوردر اوف ذا الايه اوف ذا بيتروس بون لحد ما يخلص فين؟ لحد ما يخلص في السيجمويد ساينس، ده اسمه سبيرو بيتروزال ساينس. طيب في واحد ساينس تاني اسمه هنا اسمه انفيرو بيتروزال ساينس. الانفيرو بيتروزال ساينس ده بيبقى ماشي ما بين البيتروس والكلايمس خلاص، في فيشر كده اسمه بيترو اوكسيبيتال فيشر. الفيشر ده بيمشي منه يطلع من الكافيرنا ساينس لحد ما يروح للايه للانترنال جاجلر فين، ده اسمه انفيرو بيتروزال ساينس. وفي فينس بليكسس كده بتبقى موجوده مشهوره خالص، موجوده حق ورا الكلايفس بيسموها ايه كلايفل ايه فينس ايه كلايفل فينس بليكسس اللي هي فينس بليكسس دي. طيب كل الساينسز دي مش مهمه قوي بصراحه ومبانش كتير في الاشعه خلاص، بس يهمنا نعرف الكافيرنا ساينس ونعرف ان في ساينس داخله فيه اللي هو ماسفينو برايتر، في ساينس خارجه منه الواحد اللي هو اسمه سبير بتروزا اللي بينتهي اللي هو بيبقى ماشي على الابر بورد وينتهي في السيجمويد، والانفيرو بتروزا اللي بيبقى ماشي في البترو اوكسيبيتال فيشر ده وينتهي في الانترنال جيجلر فين، وفي ورا الكلايفس بيبقى في فينس بلكسس موجوده اسمها كلايفر فينس بلكسس خلاص. طيب كل السينسز دي في الاغلب ما بيبانش، كل السينسز اللي هم دولت غالبا ما بيبانوش خلاص، اللهم الا بس الايه اللي ممكن يبان كويس شويه هو الايه الكافيرنا ساينس، بيبان كانه بطشه كده ماشي بسبب في الدريد فيز يعني حوالين الايه مكان او في الباراسيلر ريجن
خلاص اهو بطشه بيضه كده في الباراسيلولار ريجن في مكان الايه؟ مكان الكاروتيد ايه؟ الكاروتيد ارتري. خلاص بيبقى بطشه كده، بطشه ايه؟ بطشه كده. طيب اهميه ده ان انا ممكن ايه؟ ممكن الاقي زي ما احنا شايفين ده ام ار اي، ده الكاروتيد اهو، وده المفروض يبقى اللي حواليه ده البطشه البيضاء اللي حواليه ده الكاروتيد ايه؟ الكافيرنس ايه؟ كافيرنس ساينس. خلاص لقيت في الكافيرنس ساينس اللي على الناحيه الشمال لقيت في ايه؟ لقيت في فيلينج ديفكت، فده الكافيرنس ساينس ثرومبوزس، العيانين ان هم بيحصل لهم ايه؟ انفكشن بتاع الاي، ويبقى عايزين يدوروا على الكافيرنس ساينس ثرومبوزس ولا لا. خلاص او في حاجه اشهر من كده، حاجه اسمها كاروتيد كافيرنس فيستول. سمعت عن حاجه زمان كده ولا لا؟ كاروتيد كافيرنس فيستول هو ايه ببساطه؟ هو الكاروتيد زي ما اتفقنا، الكاروتيد هو ماشي جوه الايه؟ جوه الكافيرنس ساينس. لو ايه مع تروما، اي تروما ايه اللي يحصل؟ الكاروتيد ده اتقطع. خلاص لما اتقطع ايه اللي حصل؟ خر فين؟ في الكافيرنس، فبقى عمل كاروتيد كافيرنس فيستول، عمل فيستول. خلاص ما بين يعني ده نوع من انواع الارتيريو فينس فيستول. خلاص فايه اللي حصل؟ فان بقى في الكافيرنس ساينس زاد زي ما احنا شايفين، وممكن ياخد صبغه في الارتيريال فيز، تعمله في الارتيريال تلاقيه واخد ايه؟ خد صبغه. ليه؟ لان هو فاستل. خلاص الحاجه الاهم ايه؟ الخراطيم اللي طالعه منه دي يا شباب، شايفين ده في خرطوم كده طالع منه ورايح، ده الاوفثالميك فين. الاوفثالميك فين خلاص ده واحد من التريبيوتريز بتوع الكافيرنس ساينس المهمين. خلاص الاوفثالميك فين ده اصلا فين صغير خالص ما بيتشافش. ايه اللي يحصل لما يحصل كارت كافيرنس فيستر، الضغط يزيد عالي جدا، يبقى هنا يسمع فين؟ في الايه؟ في سوبر اوفثالميك فين. فتلاقي في خرطوم كده طالع منه اسمه سوبر اوفثالميك فين على الناحيتين. خلاص طبعا العيانين دول بيجوا يشتكوا من ايه؟ بيجوا يشتكوا غالبا من اكزو فتانوس. تلاقي العيان عنده عينه ايه بعد التروما، تلاقي عينه بدات يحصل لها ايه؟ اكزو فتانوس، شكوى مشهوره خالص الكارت كافيرنس فيستر. خلاص طيب ده كان الديورال ايه؟ الديورال ساينسز. السريبرال فينز بقى اللي هم الفينز العاديين، قال لك هم برضو بيقسموهم ل ثلاثه جروبس، جروب اسمها اكسترنال سريبرال فينز، وجروب اسمها انترنال سريبرال فينز، وجروب ثالثه اللي هي اسمها البوستيرو اوكسيبيتال ايه فين. الاكسترنال فين يقصد بيها الفينز السطحيه اللي هي موجودين على سطح السريبرال هيمسفير من بره. خلاص في كتير جدا من الكورتيكال فينز موجودين ما لهمش اسماء، اسمهم كورتيكال فينز، بتبقى موجودين على السطح من بره، وقلنا زي ما قلنا ان هم موجودين في سب اراكنويد ايه؟ سب اراكنويد سبيس. طيب كمان في عندي حاجه فين بيبقى ماشي في سيلفيان فيشر من بره كده، خلاص اسمه سوبرفيشال ميدا سيريبرال فين، اسمه سوبرفيشال ميدا سيريبرال فين. خلاص في فين ديبلي في سيلفيان فيشر من جوه اسمه ديب ميدا سيريبرال فين، يبقى سوبرفيشال وديب ميدا سيريبرال ايه؟ سيريبرال فين. بصوا الفينز دول مش مهمين، يعني انا بقول لكم اساميهم بس بس هم مش مهمين يعني قوي يعني. خلاص لا الامتحان مش قصتي يعني، بس هم بس حتى في الامتحان برضو ما اعرفش، بس هو الفينا سيستم ممكن يجيبون لك كله يعني، يعني ممكن يجي في الفينا سيستم كله يعني، او يجيبوا ديور ساينسز يعني، بس دول فعلا الحقيقه مش مهمين قوي يعني. خلاص طيب ال سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين في واحد جوه اسمه ديب ميدل سيريبرال، ديب ميدل سيريبرال فين، ديب ميدل سيريبرال فين بينتهي حاجه اسمها بيزل فين اوف فيلودنسال، وسوبرفيشال ميدل سيريبرال فين بينتهي فيه ساينس اللي احنا قلنا عليه اللي هو سفينو برايتال ساينس. كل ده مش مهم. طيب المهم بقى شويه هو الفينز، الاثنين فينز اللي احنا قلناهم من اول ديورال ساينس اللي هم ايه؟ اللي هو الفين اوف ليبي وفين اوف ترولاب. ايه قصه الفين اوف ليبي وفين اوف ترولاب؟ قال لك ده هو بيعمل اناستموسز ما بين سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين والسيبيرو ساجيتال ساينس، ده اللي هو فين اوف ترولاب. طيب الفين اوف ليبي اللي هو بين سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين والايه واللاترال ساينس او الترانسفيرس ايه والترانسفيرس ساينس، ده اللي هو الفين اوف ليبي وده الفين اوف ايه اوف ترولاب. الاثنين دول فينز دول بقى مهمين، فين اوف ترولاب وفين اوف ايه اوف ليبي. خلاص نعم مكتوب الفين اوف ليبي، لا هي مش السيجمويد، ترانسفيرس، ماشي ترانسفيرس. طيب يبقى دوت هما ليهم اسم تاني اسمه اناستوماتيك فينز، واحد اسمه سبيرو اناستوماتيك فين لان هو بيعمل اناستوموس بين سوبرفيشال والسوبر ساشتا سايت، وانفير اناستوماتيك فين ما بين السوبرفيشال والايه والايه ال اللاترال ساينس او الترانسفيرس ساينس. طيب
دولت اللي اتنين فينز المهمين اللي احنا قلناهم طبعا، دولت كورتيكال فينز كتير اللي هم ما لهمش اسماء، بس في فينز المشهور خالص اللي هو بيطلع من السوبرفيشال ميديال سيريبرال فين لغايه الايه، لغايه السوبيس اسوسانس اللي هو اسمه ايه، فين اوف ترولاب. وفي الفينز التاني اللي هو بيبقى برضو من هنا رايح للايه، الترانسفيرس سينس اللي هو الفين اوف ايه، اوف ليب ايه، اهو شايفين الفين ده اللي جاي من السيلفيان فيشر اللي هو سوبرفيشال ميديال سيريبرال فين، ورايح للترانسفيرس سينس اللي هو اسمه ايه، فين اوف ليب ايه. في واحد من هنا طالع للفايت فوق اللي هو فين اوف ايه، فين اوف ترولات. خلاص اهميه ده ايه، اهميه ان الفينس انفاركشن، في حاجه اسمها فينس انفاركشن. خلاص الفينس انفاركشن، الانفاركشن بتحصل نتيجه قفل الفين. خلاص في مكان مشهور جدا للفينس انفاركشن، بحيث ان انا لو لقيت فيه انفاركشن غالبا بتبقى فينس انفاركشن. خلاص المكان المشهور ده اللي هو بيبقى شايفين سيلفيان فيشر، خلف السيلفيان فيشر، المنطقه اللي خلف السيلفيان فيشر دي اهي، دي لما الاقي فيها فينس انفاركشن او الاقي انفاركشن او الاقي فيها حتى هيموريدج، خلاص لان الفينس انفاركشن بيبقى ليها هاي انستنس اوف هيموريدج ترانسفورميشن. خلاص ده كومن سايت اوف فينس انفاركشن، وده غالبا سببه قفل فين اوف ليب بي. خلاص فين اوف ليب بي، عشان كده بقول لكم فين اوف ليب بي ده مهم، فين اوف ليب بي او الدريننج بتاعه، فين اوف ليب بي او الترانسفيرس ايه، او الترانسفيرس ساينس. خلاص فدي المنطقه المهمه جدا النتيجه للايه، نتيجه للثرومبوز اوف فين اوف ليب بي اللي هي ورا الايه سيلفيان فيشر. طيب في فينز مش سطحيه مش على السطح، في فينز داخليه اسمها انترنال سيريبرال فينز، في فينز جوه البرين اسمهم ميدالري فينز، والفينز ميدالري بيجيم بيتجمعوا في اللايننج بتاع الفنتركل بيسموهم سب ابندايمال فينز. خلاص دول فينز موجودين، بس الاهم الفينز اللي هم الانترنال دول، في اثنين فينز مهمين جدا، واحد اسمهم بيبقوا موجودين فوق الثلاثه اسمهم انترنال سيريبرال فين. عندي انترنال سيريبرال فين يمين وعندي انترنال سيريبرال فين شمال، كون ان هم بيكونوا من ست الفين وثلاثه سيريبرال فين ده مش مهم، بس لازم اعرف ان انا عندي اثنين سيريبرال فين موجودين فوق الثلاثه، بيبقوا ماشيين فوق الثلاثه دول اسمهم اثنين انترنال سيريبرال فين. طيب الاثنين انترنال سيريبرال فين بيلحقوا مع فين بيبقى ماشي في الامبيانت سيستيرن على اللاتر اسبكت بتاع الميبرين اسمه بيزال فين اوف روزن سال. الاثنين دولت مع في بيزال فين اوف روزن سال على الناحيه دي وبيزال فين اوف روزن سال على الناحيه دي، الاثنين بيزال فين مع الاثنين انترنال سيريبرال فين يعملوا الايه؟ يعملوا الفين اوف جالن. يبقى الفين اوف جالن معمول بايه؟ معمول من الاثنين انترنال سيريبرال فين مع اتحاده مع البيزال فين اوف روزان يعملوا الايه، الفين اوف جالن. الفين اوف جالن يلحم مع الانفيوس اسوسان عشان يعمل ايه، الستريت ساينس. خلاص الستريت ساينس. خلاص يبقى انا عندي الانترنال، اهم الانترنال سيريبرال فينز هما الانترنال سيريبرال فينز، الاثنين انترنال سيريبرال فينز، وكمان الايه الجريد سيريبرال فين او فين اوف ايه، فين اوف ايه اوف جالن. خلاص طيب بيبانوا، بيبانوا الانترنال سيريبرال فين دول بيبانوا، خلي بالكم دول مشهورين وبيبانوا دول مهمين. الاثنين انترنال سيريبرال فين اهم شايفين ده الانترنال سيريبرال فين بيبقى الثلامس اهو بيبقوا فوق الثلامس، الاثنين انترنال سيريبرال فين مع احمد وعبيزه الفين عملوا اللي عامل زي الجينو ده او اللي ركبه ده، خلاص اللي هو الايه الجريت سيريبرال فين. جريت سيريبرال فين ده مهم، شايفين دول اثنين انترنال سيريبرال فين خلاص عمل المنظر ده اللي هو الجريت سيريبرال فين. الجريت سيريبرال فين بيبقى عامل زي الركبه كده، خلاص الجريت سيريبرال فين وده الاثنين انترنال سيريبرال فين. بيزال فين ممكن يظهر ممكن ما يظهرش، بس الانترنال سيريبرال فين بيبانوا والجريت سيريبرال فين بيبانوا، الاثنين دول ايه بيبانوا. اهميه الاثنين دولت يا شباب، لما يتقفل الانترنال سيريبرال فين، لما يتقفل الاثنين انترنال سيريبرال فين يسمع في الثلامس ويعمل حاجه اسمها بايلاترال ثلاميك انفاركشن. بالتالي لما بلاقي بايلاترال ثلاميك انفاركشن لازم ابص على الانترنال سيريبرال فين. خلاص شايفين دولت اثنين ثلاميك انفاركشن والاثنين بايلاترال سيريبرال فين دولت منورين في النون كونتراست. ليه؟ لان هما يعني فيهم ثرومبوزس، والثرومبوس الثرومبس دي بتعمل تبين تخلي الفين ايه هايبر دنس. خلاص فبيسموهم لما الاقي في بايلاترال ثلاميك انفاركشن غالبا الاثنين بتبنى سيربرال فين مقفولين. طيب عارفين المنظر ده ايه؟ الستريت ساينس ومعاه الايه؟ معاه الايه بدايته اللي هو ايه؟ الفيتو فين اوف جالن. خلاص بس عاملين ايه بقى؟ كبار قوي يعني، كبار يعني اقصد كبروا قوي، ده منفوخين جدا. بص الفين الاصلي قد ايه ده، بصوا عاملين ازاي، ده اللي هو بيسموه فين اوف جالن مالفورميشن. فين اوف جالن مالفورميشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى نوع من انواع الارتيريو فينس فيستر بيحصل في الاطفال بدري خالص جدا برينيتال، فيفتح الارتري على الفين
والفيني بيستند جدا ويبقى ويجي بمانيفست. الولد ده بيجي بمانيفست بايه؟ غالبا بيجي بمانيفست بسيمبتومز اوف هارت فيلير. ليه؟ لان عنده الولد ده عنده هايبر دايناميك سيركيوليشن، لان الفيستا بتبقى عنيفه جدا خلاص، بيبقى الارتري فاتح على البين فبيبقى عنده هايبر دايناميك تاكي كارديا. تاكي كارديا ممكن تؤدي الى ايه؟ الى هارت فيلير خلاص. طيب اخر مجموعه اللي هم مجموعه مش مهمه خالص، اللي هم بوستيرو سيريبرال فين، في عندي واحد اسمه سيبيرو فيرميان فين، واحد اسمه انفيرو بي فيرميان فين، واحد اسمه بتروزال فين. دول مش مهمين خالص وما بتشافوش ولا ليهم اي قيمه خالص في المكان. دولت كانوا الايه؟ دولت كانت السيريبرال فينز خلاص. ما دي مش المحاضره بتاعتنا. اه دي مش